بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة. انظر معي إلى هذه الصورة، ماذا نرى في هذه الصورة؟ ماذا ترى؟ أحسنتم يا طلابي، نرى صورة جحا، نرى صورة بيوت، نرى حمار، نرى شجرة، نرى باب. أحسنتم. من هو جحا؟ شخصيتنا اليوم جحا والدينار. من هو جحا؟ هل جحا شخصية حقيقية أم شخصية خيالية؟ جحا هي شخصية حقيقية كانت لرجل فقير الحال حسب بعض الآراء، كان يحاول أن يتعامل مع المواقف بطريقة ساخرة، كان رجلا ذكيا يتعامل مع واقعه بطريقة مضحكة، فتحولت قصصه إلى قصص كوميدية. نقرأ الدرس معا قراءة صامتة لمدة 10 دقائق. خرج جحا ذات صباح إلى حديقة بيته ليزرعها، فأصابت فأسه شيئا صلبا فمال عليه ليراه، فإذا هو دينار. فرح جحا فرحا شديدا وأخذ يجلو عن الدينار الصدأ، ولكنه سرعان ما اكتشف أنه دينار مزيف. اغتم جحا بعد فرح. ما معنى كلمة اغتم؟ سوف نتعرف عليها بعد قليل. وهم أن يرمي الدينار المزيف، لكن نفسه زينت له أن يخدع به أحد الباعة ويشتري به طعاما شهيا. مرة أخرى، اغتم جحا بعد فرح وهم أن يرمي الدينار المزيف، لكن نفسه زينت له أن يخدع به أحد الباعة. قرر جحا أن يغش أحد الباعة. هل ديننا الإسلام يدعونا إلى الغش؟ لا، هذه أحد صور الغش. الغش في الامتحان، الغش مع النفس، غش الناس، صور من صور الغش. أن يخدع به أحد الباعة ويشتري به طعاما شهيا. نتعرف على بعض معاني الكلمات. الكلمة معناها حديقة، بستان، اغتم حزنا، مزيف مزور، يجلو يمسح. الكلمة مضادها خرج دخل، اغتم فرح فرح، حزنا صلبا لينا. بعد قراءتنا للدرس نتعرف على تسلسل الأحداث. من أين بدأ الدينار وإلى أين انتهى الدينار المزيف؟ ابتدأ الدينار كان مع جحا عندما وجدوه في حديقة منزله. جحا أراد أن يشتري بط فأعطاه لبائع البط، بائع البط أراد أن يشتري دقيقا فأعطاه لبائع الدقيق، بائع الدقيق أراد أن يشتري أوعية فأعطاه لبائع الأوعية، بائع الأوعية احتاج إلى الحطب أعطاه لبائع الحطب. من هو بائع الحطب؟ جحا. أحسنتم، جحا. يبقى بدأت الأحداث عندما جحا وجد الدينار، وجده في حديقة منزله عندما أراد أن يغش به الباعة، غش بائع البط وبائع البط الدقيق وبائع الأوعية، ثم هو مرة أخرى. فهذا الغش رجع مرة أخرى إلى جحا. وهل سكت جحا بعد ذلك؟ ماذا فعل جحا؟ ذهب إلى القاضي ليشتكي بائع الأوعية. نظر جحا إلى الدينار جيدا فعرف زيفه، وذهب إلى القاضي يشكو بائع الأوعية. حضر بائع الأوعية عند القاضي فقال إنه استلم الدينار من بائع الدقيق. ولما حضر بائع الدقيق عند القاضي ذكر إنه لم يكن يملك إلا دينارا واحدا أخذه من بائع البط. وجاء بائع البط فقال إنه أخذ الدينار من جحا نفسه.
تعجب القاضي من النتيجة التي وصل إليها ونظر إلى جحا نظرة قاسية وقال: من أين لك ذلك يا جحا؟ من أين لك ذلك الدينار؟ فقال جحا متلعسما مترددا في الكلام: إني عثرت عليه في أرض الحديقة. قال القاضي: إذن هو دينارك يا جحا، كيف تبيح لنفسك أن تغش الناس يا جحا؟ كيف تبيح لنفسك أن تغش الناس يا جحا وتتهم الأبرياء بالغش؟ أسلوب تعجب مع أسلوب استفهام. القاضي يستفهم على جحا ويتعجب: كيف تبيح لنفسك أن تغش الناس يا جحا؟ يعني أنت اتهمتهم بالغش وأنت صاحب الدينار. قال جحا: حقا يا سيدي القاضي، هو ديناري الذي وجدته، وما أصدق الحكمة التي تقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يعني عندما تحفر لأخيك المسلم مكيدة أو مؤامرة سوف تجد ربنا إن شاء الله يقف بجانبك، وهو الذي يقع في نفس الحفرة وفي نفس المأزق. كل شيء يرد إلى صاحبه، إن كان عملا طيبا أو عملا شريرا. معنا بعض الأسئلة: ماذا وجد جحا في الحديقة؟ وجد دينارا. ما الشعور الذي أحس به جحا عند عثوره على الدينار؟ فرح فرحا شديدا بهذا الدينار. لماذا اختم بعد ذلك؟ لأنه سرعان ما اكتشف أن الدينار مزيف. شكرا لكم يا طلابي وطالباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.